ناقشه. نحن أيها الإخوة أمام ظاهرة الآن في هذا الزمان، نستطيع أن نسميها بظاهرة محمد بن عقيل، يمكن أن نسميها هكذا. يعني محمد بن عقيل تحرر كما بينا، تحرر من ماذا؟ من عقدة معاوية، على الأقل شوية تبرى من معاوية، صار عنده جرأة، وصل إلى هذا المستوى. هذه الظاهرة موجودة في أهل الخلاف، غاية ما هنالك شوية تشتد شوية تضعف. من مصاديق هذه الظاهرة في زماننا هاي الشخصية المعروفة عدنان إبراهيم، سامعين بي لو ما سامعين؟ هذا موجود، هذا صراحة خاض الآن ويخوض، ما زال يخوض مع قومه، مع مشايخ نحلته، يخوض في ماذا معهم؟ في جدالات وحروب ومعارك كلامية على قضية ماذا؟ يزيد، على قضية معاوية، عفوا على قضية معاوية. هذا يظهر اللعنة لمعاوية، يلعن معاوية، يبرأ من معاوية، ويقول معاوية مجرم، فاسق، فاجر، إلى غير ذلك، ظالم. وهؤلاء يردون عليه، يقولون لا، ما لك حق تقول هذا الكلام في سيدنا معاوية، وأنت مترفض بذلك، إلى غير ذلك من صراعات بينهم لا شأن لنا بها. ولكن المشكلة وين؟ نحن نقول هذه هي المشكلة. عدنان إبراهيم، محمد بن عقيل، أمثال هؤلاء، الكبيسي مثلا، عرفتوا شلون؟ هذول عندهم شجاعة، يتحررون من معاوية، بس ما أدري إلى الآن شو اللي موقفهم عند هذا الحد. شوية تشجع أكثر، شوية تشجع أكثر، توصل إلى عمر، إلى عثمان، إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى عائشة، تمشي عليهم نفس القاعدة، نفس الأحاديث التي أنت الآن أخذتها من مصادرك وطبقتها على أفعال معاوية وأدنته بها. إحنا ما نطلب من عندك غير تأخذ ذات الأحاديث وتطبقها على من؟ على الأعلى فالأعلى، مثل ما يقول التفتزاني، شوية اصعد فوق، شوية اصعد اصعد. ليش باقي عند هذا الحد؟ طبعا هؤلاء للعلم يفيدوننا كثيرا، يعني لما يطلع عدنان إبراهيم، الكبيسي، ما أدري من هذول، يطلعون هالشكل يتكلمون ضد معاوية مثلا لعنه الله، هذول يوصلون أبناء البكرين إلى نص الطريق، إحنا نجيب نص الطريق نأخذهم ونوصلهم إلى شنو؟ إلى نهاية الطريق، نوصلهم إلى عائشة آخر شيء هناك. فهو يفيدون، ولكن المشكلة هذه كما قلت، الثقافة البكرية متوقفة عند حد معاوية شوية عثمان، أما أبو بكر عمر لا، كثير يتحاشون أن يمسوهما بشيء، مع أنه ذات الاستدلالات هذه التي تذكر في إدانة معاوية ذاتها تنطبق على من؟ على أبي بكر وعمر. ومن نفس كلام الآن محمد بن عقيل، إحنا نحاكمه الآن، نقول له تعال يا محمد بن عقيل، أولاً عندي ملاحظتان مهمتان في كلام محمد بن عقيل. الملاحظة الأولى، لما استدل بالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي بكر، هو يقول رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. هنا أقول يا محمد بن عقيل، مع الأسف الشديد لم تكن أمينا في النقل. الحديث عن أبي بكر صحيح، بس فيه بداية في صدره جملة جدا مهمة. ما هي؟ احنا لما نرجع للحديث نشوف هكذا، هو مروي عن من؟ عن يزيد بن أبي سفيان. من هو يزيد بن أبي سفيان؟ أخو معاوية، أخوه الأكبر. يقول يزيد بن أبي سفيان قال:
قال أبو بكر حين بعثني إلى الشام. أبو بكر ولى يزيد بن أبي سفيان الشام، جعله واليا على الشام. ويقول أبو بكر قال لي لما بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، إلى آخر الحديث. ليش حذفت مناسبة الحديث؟ بداية الحديث لماذا حذفتها؟ لأنه بداية الحديث هذه تدين أبا بكر ذاته. أبو بكر لم يجد أحدا أرضى لله عز وجل من يزيد بن أبي سفيان الذي كان من الطلقاء من مسلمة الفتح، من أصحاب الرضائخ. شنو يعني أصحاب الرضائخ؟ يعني الذين كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم رضائخ، يعني أموال أعطيات حتى ماذا؟ يبقوا على الإسلام، يرضيهم على الإسلام. هذول المؤلف قلوبهم، هذول مسلمة الفتح. هؤلاء الذين أسلموا يوم فتح مكة اضطرارا، كرها أسلموا، لا عن قناعة ويقين وإيمان. هذا يزيد بن أبي سفيان واحد منهم. طيب ليش يا أبا بكر لم تولي غيره من أكابر المسلمين، من أكابر المهاجرين والأنصار، من أصحاب بيعة العقبة، بيعة الشجرة؟ ليش؟ أين ذهب هؤلاء؟ يعني صار ماكو أحد يتدبر أمور ولاية أمر المسلمين في الشام إلا هذا الطليق ابن الطليق أخو الطلقاء. وثم جرمك يا أبا بكر أكبر بصراحة، أنت تخاف وتقول: إني أخشى إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة. يقول: أنا أدري شنو راح تسوي. أنت راح تروح الشام، تتخذ الشام ملكا لبني أبيك، ملكا لبني أمية. وبالفعل هذا اللي صار. هو لولا أن أبا بكر ولى على الشام يزيد بن أبي سفيان، وعمل يزيد ما عمل في ضمان ولاء أهل الشام لبني أمية وخط بني أمية، أكان يوما ما نرى أهل الشام هؤلاء يعيثون في بلاد المسلمين خرابا وفسادا وقتلا وسفكا للدماء ولاء منهم لبني أمية؟ من اللي رباهم على ذلك؟ بنو أمية بدءا من يزيد بن أبي سفيان، معاوية أخوه، لما مات يزيد جاء عمر وولى أخاه معاوية أمر الشام، جعله واليا على كل بلاد الشام. جاء معاوية وثبت، جعلها حقيقة مملكة، مملكة ليستعيد فيها آل أبي سفيان والأمويون ملكهم الذي فقدوه في مكة بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا عوضنا، الله عوضنا، ومكانهم أحلى كان وأجمل وأفضل، فيه ثروات أكثر. اتخذوها مملكة له، وربوا أهل الشام على الطاعة العمياء لبني أمية. هوى أهل الشام أموي واستمر هكذا. كل واحد منهم راح إلى الشام، بنى القصور وولى أقاربه وعمل ما عمل من أجل شحن النفوس، شحن نفوس أهل الشام الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام. هذول ما يعرفون أصلا شيء، هذول استقبلوا الإسلام بوجهه الأموي فقط، لأنه أول حاكم عليهم شنو كان؟ أموي. جاء أول حاكم بعد فتح الشام، استقبلوا الإسلام بهذا. فربوهم على بغض أهل البيت،
صلوات الله عليه، ربوهم على المنكرات وعلى التلاعب بالدين، على الفسق. وهكذا وقعت الفظائع والجرائم. وأنت تعترف، أنت يا أبا بكر تعترف، تقول أنا أخشى منك أن تجعل الشام لقرابتك ماذا؟ مملكة لكم تؤثرهم عليه. وترى دير بالك لا تسوي هالشكل، ترى أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وآله يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة لله فعليه لعنة الله. محمد بن عقيل هذا الحديث قبل أن يدين معاوية، يدين أبا بكر، راح حذا في البداية صدر الحديث هذا حتى ماذا؟ لا يلتفت الإنسان إلى أبي بكر، وأن الحديث هو عن يزيد بن أبي سفيان. شوف الفضيحة، يريد أن يجرم ويدين معاوية بن أبي سفيان بحديث يرويه أخوه يزيد بن أبي سفيان عن سيده أبي بكر. حذف اسم يزيد، يزيد بن أبي سفيان حذف. هاي الملاحظة الأولى حتى تشوفون من نفس الأحاديث نستطيع أن ندين أبا بكر وعمر. ملاحظة ثانية، الملاحظة الثانية لما استشهد بقول ابن حجر، ابن حجر الذي علق على قول معاوية وهو يخطب بكمه ولولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي أو رشدي، ماذا قال ابن حجر؟ ابن حجر هو استشهد بكلامه، قال فيه غاية التسجيل على نفسه بأن مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الردى. زي ليش ما كملت باقي كلام ابن حجر الهيتمي؟ أين قال هذا الكلام؟ قاله في كتاب، أنت بس اسمع عنوانه، اسم عنوان الكتاب هكذا: تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان. مؤلف كتاب دفاعا عن معاوية بن أبي سفيان، هو أخذ شطر الكلام وأهمل الباقي. تريد تسمع بقية الكلام؟ اسمع وشوف. يقول ابن حجر الهيتمي، يقول لكنه قضاء انحتم وقدر انبرم فسلب عقله الكامل وعلمه الشامل ودهاءه الذي كان يضرب به المثل وزين له من يزيد حسن العمل وعدم الانحراف والخلل، كل ذلك لما أشار إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله من أنه إذا أراد الله إنفاذ أمره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ ما أراده الله تعالى، فمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد. يعني هذا الذي جئت به استشهدت به من كلام ابن حجر الهيتمي كان عليك لا لك يا ابن عقيل. يقول صحيح أن معاوية قال لولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي أو رشدي، ولا يزيد الفاسق المارق، فيه غاية التسجيل على نفسه بأن مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى، صحيح. ولكن بالنتيجة معاوية معذور، لأنه مع كمال علمه وكمال دهائه شنو صار؟ سلب الله عقله، وهذا كان نتيجة طبيعية لما أخبر به الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أنه إذا أراد الله إنفاذ أمره سلب ذوي العقول عقولهم. يعني بالنتيجة ولاية يزيد على الأمة كان أمرا جرى به القضاء وكان رغبة من الله عز وجل، فمعاوية ماذا؟ معذور، معذور في تولية يزيد. شوف الفضيحة،
حتى مثل هذه الإدانة الصارخة لمعاوية في توليته يزيد، حاول ابن حجر الهيتمي أن يخفف من وطأتها. ثم تعال يا ابن عقيل أخبرنا، أنت مقياسك هو هذا، هذه الأحاديث التي ذكرتها، من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. زين، لماذا لا تدين بهذا بنفس هذه الأحاديث أبا بكر؟ هو قد ولى يزيد بن أبي سفيان، وقطعا كان هنالك على مبانيكم ومقاييسكم أنتم أهل الخلاف، قطعا كان هنالك من هو أرضى لله عز وجل منه قطعا. وكذلك تعال أنت تصب جام غضبك على معاوية وتقول هو خائن وأنه بلا شك مستحق للعنة، من ذا ولا معاوية؟ أليس عمر بن الخطاب؟ وألم يكن عمر مزهوا بمعاوية؟ تعرف إش قد عمر كان يحب معاوية وإش قد كان مزهوا مفتخرا بمعاوية؟ لماذا لا تدين عمر؟ عمر الذي يقول لما كان يرى معاوية، تعرف شنو كان يقول؟ اقرأ في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني في المجلد السادس الصفحة 121، وسير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، ومصادر شتى كثيرة منها الاستيعاب لابن عبد البر وغيره. يقول: قال المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسر العرب. شوف إيش قد يعني مرتاح من تولية معاوية على الشام، وأن معاوية صار كسرى. صدق كسرى، بنال أضخم قصر والأموال تكدست عنده، وأهل الشام كانوا يأتون يقبلون يديه ورجليه، وكان معاوية يأكل ألذ الأطعمة، يلبس أفخر الثياب، حتى منقول في أحوال أنه كان يلبس الذهب والحرير، مع أنه محرم على الرجال يلبس، ما يسوي له شيء عمر أبدا، ما يسوي له. بالعكس، لما ذهب إلى الشام عمر ورأى معاوية في هذه الأبهة قال: هذا كسر العرب. معاوية يولي علينا كسرى، معاوية يولى علينا كسرى. من يوليه؟ عمر. عمر يصنع كسرى للعرب. أليس خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ألم يكن هنالك من هو أرضى لله عز وجل من معاوية؟ وهو يقر، عمر يقر، يقول هذا كسرى، هاي صفات كسرى، وما يسوي له شيء. كان مزهوا بمعاوية، مع أنه كان يشدد. عمر سيرته كانت كما تعلمون ماذا؟ خشنة غليظة، يشدد على بقية الولاة، كثير يؤذيهم، يضربهم، أحياناً يروح يقاسمهم أموالهم، يسلب حتى أصلاً أموالهم، يأذيهم، كلش أذية. بس معاوية لا، كان يعامله بشكل يعني كلش لطيف، مع علمه بأن صفاته صفات كسروية، ومع علمه بأن معاوية وبني أبي سفيان عموماً والأمويين عموماً همهم كان الملك، يلهثون وراء الملك، يريدون الملك بأي ثمن. هاي ترى صفة فيهم، في رجالهم في نسائهم. أنقول لك فتشاهد لطيف، هذا يذكره ابن سعد صاحب الطبقات، وأنا أنقله عن ابن سعد من كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني. يقول: وذكر ابن سعد عن المدائن: نظر أبو سفيان إلى معاوية وهو غلام،
فقال: إن ابني هذا لعظيم الرأس، وإنه لخليق أن يسود قومه. يقول هذا ابني رأسه كبير، فهذا يستحق خليق، يعني يستأهل أن يسود قومه، يعني يصير هذا الزعيم عشيرة الأمويين، قبيلة الأمويين، قومه، أو لا أقل قريش مثلا، قومه من قريش. هند آكلة الأكباد لعنة الله عليها كانت جالسة، شوف بماذا علقت حتى تعرف نهم هؤلاء للسلطة وللإمرة. فقالت هند: قومه فقط، ثكلته إلا يسود العرب قاطبة. تقول أنت، تقول هذا خليق أن يسود قومه، قومه فقط، لا ثكلته، يعني إن شاء الله عدمته، إن شاء الله يموت إذا ما تسيد على العرب كلهم قاطبة وصار كسر العرب. هذا كان نفس الأمويين، هذا تفكيرهم، أناس يلهثون وراء السلطة بأي ثمن. أنت تقوم تولي شخص من هذا البيت وأنت تعلم أن فيهم هذه الصفة، وهم بالنتيجة من الطلقاء، وهم بالنتيجة من الأراذل، ممن أسلموا كرها لا إيمانا، أسلموا على السيف، أسلموا، لو ما فتحت مكة ما كانوا يسلمون، كانت تبقى مكة هالشكل لهم على الجاهلية، خلاص إلى الأبد هم كانت تبقى. تولي هؤلاء، لما لا تدينون عمر بهذا كما تدينون؟ أوجه كلامي الآن لمن هم على ظاهرة محمد بن عقيل، هذا محمد بن عقيل زماننا، عدنان إبراهيم أو الكبيسي أو منه بعد، هؤلاء الذين الآن بدأوا يتشجعون ديخلقون نسخة جديدة، أبديت، يسوون أبديت لشنو؟ للديانة البكرية، شوية يعدلون يغيرون بيها، فيقولون لا معاوية انطرده برا، بعد مو سيدنا ولا رضي الله عنه ولا أرضى، خليه يولي. زين، بنفس المعيار ليش ما تمشون شوية لي قدام توصلون إلى أبي بكر وعمر؟ أنتم إنما تدينون معاوية بأنه ولا يزيد. طيب لما لا تدينون عمر لأنه ولا معاوية؟ ولما لا تدينون أبا بكر لأنه ولا عمر؟ السلسلة بعد تمشي.